تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من الجنوب وتحديدا من القطاع الأوسط في آخر الأخبار والمستجدات. مشاهدينا، ما يعني حصل منذ بعض الوقت هو استهداف منزل نائب أبلان هو نائب في حركة أمل، نائب في البرلمان اللبناني، حيث استهدف منزله بقذيفتين من عيار 155. فإذا استهداف منزل نائب في البرلمان اللبناني، أيضا هناك قصف إسرائيلي معادي بالقذائف على أطراف عيت الشعب، أطراف رامية، أطراف القوزة، أيضا على أطراف كفر كلا والعديسي، وأيضا في جنوب لبنان. فإذا يعني في آخر التطورات، كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، هو قصف إسرائيلي على أطراف رامية والقوزح، أيضا هناك استهداف لمنزل نائب في البرلمان اللبناني في منطقة ميس جبل، حيث استهدف بقذيفتين من عيار 155. أيضا هناك فيديو لعدد من المسيرات التي يعني دكت معاقل الإسرائيليين في كريات شمونة، حيث نفذت يعني حزب الله بواسطة 3 مسيرات هجومية مركز تجمع لجنود الاحتلال في غرب كريات شمونة. فإذا تبنى حزب الله هذه العملية عند 1:10، حيث نفذ بواسطة 3 مسيرات هجومية مركز تجمع جنود الاحتلال غرب كريات شمونة، وحققوا فيه إصابات مباشرة. وهذه يعني استهداف مباشر داخل العمق المحتل، داخل الأراضي المحتلة. أيضا كان هناك قصف مدفعي لمدفعيات العدو على أطراف كفر كلا ودير الماس ورب فلسطين. أيضا هناك غارة كما ذكرنا في بث سابق، كان هناك غارة في منطقة بين عيت الشعب ورميش، أيضا كنا قد شاهدنا في بث سابق. فإذا يعني في آخر الأحداث والتطورات، ما ذكرناه مشاهدينا الكرام هو هجوم حزب الله على كريات شمونة ب3 مسيرات هجومية، حيث هاجم مركز تجمع لجنود الاحتلال غرب كريات شمونة وحققوا فيه إصابات مباشرة. أيضا وفي مجمل العمليات من مشاهدينا، ما يعني نفذه حزب الله اليوم حتى هذه الساعة صباحا، استهدف مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان. هذه المركز القيادة هي سكنة برانيت التي سنشاهدها الآن بعد زميلنا يوسف فواز. هذه هي سكنة برانيت التي استهدفت اليوم والتي يعني دمرت بالكامل جراء صواريخ حزب الله، حيث استهدف يعني ب4 صواريخ على دفعتين، الأولى عند 8:00 صباحا والدفعة الثانية كانت عند 8:20، حيث عاد حزب الله واستهدف سكنة برانيت. أيضا عند الساعة صباحا يعني عند 6:46 استهدف حزب الله سكنة زبدين في مزارع شبعة. أيضا عند 10:30 استهدف حزب الله موقع حدب يارون، استهدف يعني تجمع للمشاة أو قوة مشاة إسرائيلية. أيضا عند 10:15 استهدف محيط موقع ظهيرة بالقذائف، أيضا تجمع لمشاة إسرائيلي. أيضا عند 11:30
استهداف بالقذائف والصواريخ تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات. عند الساعة 1 كما ذكرنا، وأيضا عند 1:15 استهدف حزب الله مركز تجمع وانتشار جنود في غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة. فإذا مشاهدي الكرام، هذه هي الأجواء من جنوب لبنان. أما من غزة، يستمر القصف الإسرائيلي للمجمعات الطبية، حيث يستهدف كما يستهدف مجمع أو مستشفى الأندونيسي بعدما كان استهدف في الأيام القليلة الماضية مجمع الشفاء الطبي. وفي خبر عاجل مشاهدينا عن مسؤولين أن أموس هوكستاين مستشار بايدن سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين لبنان وإسرائيل. في خبر عاجل، هوكستاين إلى إسرائيل لإجراء مباحثات لتجنب اندلاع مواجهات أو حرب بين لبنان وإسرائيل. فإذا في خبر عاجل كما ذكرنا، هوكستاين إلى إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين لبنان وإسرائيل. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، يعني هذه هي المشاهد مباشرة من الجنوب، حيث نشاهد الآن بعض زميلنا يوسف فواز بلدة رميش الحدودية، حيث يعني يظهر خلف رميش موقع الراهب، وأيضا على اليسار موقع برانيت، وأيضا هناك العديد من المواقع، إذا صح إذا ممكن يعني نعمل يعني أيضا هذا موقع إسرائيلي. أيضا هناك مواقع كما تظهر، يمكن أن كمان يوسف فرجين عليها، هي محيطة ببلدة رميش وفي بلدة يارون. يعني فإذا مشاهدينا، هو أعنف هجوم من حزب الله على شمال إسرائيل منذ بداية النزاع، بحسب يعني المتابعين، حيث حيث أفادت وسائل الإعلام إسرائيليا أن هجوما كثيفا حصل اليوم الاثنين على شمال الأراضي المحتلة، وقد وصف بالأعنف منذ بداية النزاع. وفي التفاصيل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق 25 صاروخا وقذيفة بما فيه طائرات انتحارية من لبنان باتجاه كريات شمونة ومرجليوت، مما ألحق أضرارا في المنطقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بشكل كثيف اليوم، ووصف الهجوم بأنه هجوم مشترك يشمل صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وإطلاق للصواريخ. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع أضرار كبيرة بقاعدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال عند الحدود عقب إطلاق صواريخ مضادة للدروع. أيضا يعني يتكلمون هنا عن أضرار كبيرة في سكنة برانيت، حيث شاهدنا بالفيديو كيف أن سكنة برانيت تدمرت بشكل كبير جراء الصواريخ التي أطلقت عليها، طبعا صاروخ بركان كما ذكرنا سابقا أنه يعني يحمل ما بين 300 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات، ويحدث انفجارات عنيفة. أيضا وبحسب يعني قامت المقاومة في لبنان باستهداف المواقع المستحدثة التابعة للجيش الإسرائيلي، وألحقت المقاومة الضربات بتجمعات للجنود على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. فإذا مشاهدينا الكرام، هذه هي الأجواء، مسيرات انتحارية دخلت إلى كريات شمونة، هناك ثلاث كما ذكرنا في ثلاث مسيرات نفذ هذه العملية حزب الله، وأعلن عنها
ببيان رسمي أنه استهدف أنه استهدف تلك أو تحديدا كريات شمونة بثلاث مسيرات. أيضا استهدف عدد كبير من المواقع الإسرائيلية اليوم، وهذا يدل أو ما تكلمنا عنه منذ لحظات عن تصعيد في هذا الإطار. فإذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زنتيوس وفواز، صوت بيروت انترناشونال.